ينضم إلينا من لندن عبر سكايب عضو الكلية الملكية البريطانية للجراحين دكتور بسام زوان. أهلا بك معنا دكتور بسام في أخبار المملكة. كما تعلم أغلب دول العالم بشكل أو بآخر تسجل انخفاض في أعداد الإصابات إلى حد ما، وإجراءات متسارعة لضبط الإيقاع من أجل الفتح التدريجي والفتح المدروس في معظم الدول أيضا. هل هذه برأيك مؤشرات إيجابية فعلا؟ يسعد أوقاتكم. الحقيقة أنا سوف أعطي لمحة ليست تشاؤمية وليست تفاؤلية وإنما واقعية. إذا لاحظنا بشكل عام كما ورد في التقرير أن هناك نقص أو يعني نقص في عدد الإصابات حول العالم بنسبة 15% مقارنة بالشهر الماضي، لكن إذا يعني لاحظنا خريطة توزع الإصابات هناك بعض البلدان هناك تراجع وبعض البلدان هناك زيادة. فمثلا إذا أخذنا أوروبا بشكل عام هناك يعني تناقص بنسبة 20% في نسبة الإصابات، في أمريكا 20%، لكن إذا أخذنا بلاد مثل مثلا أفريقيا هناك زيادة، بلاد مثل بعض البلاد الآسيوية، بلاد الشرق الأوسط هناك زيادة في عدد الإصابات. وهذا يدل على حقيقة على البلاد التي يعني قطعت شوطا كبيرا في اللقاحات الإصابات تزداد، لكن مخالفة لهذا الواقع هو بريطانيا. نحن في بريطانيا حقيقة وتعتبر بريطانيا هي مؤشر عالمي لمؤشر الترند أو الزيادة في الإصابات. نحن سجلنا بالأسابيع الأخيرة أو الأسبوع الأخير زيادة ما يقارب 40% في الإصابات، يعني يسجل حاليا 7000 إصابة، رغم أن بريطانيا هي تعتبر من الدول التي لقحت عدد كبير من يعني شعبها. يعود ذلك إلى عدة عوامل. إذا سمحتي لي بس لأعطيك السبب الأساسي لزيادة الإصابات في بريطانيا، ممكن تكون هذا مؤشر عالمي حقيقة. لاحظنا في بريطانيا أن هناك تسجيل حوالي 40,000 إصابة من المتغير دلتا، المتغير دلتا وهو المتغير الهندي بالاسم الجديد. وهذا المتغير لاحظنا عدة ثلاث عوامل. العامل الأول أنه أكثر انتشارا من المتغير ألفا البريطاني بنسبة تتراوح بين 20-30%. كما لاحظنا أيضا بأن هذا المتغير دلتا هو أكثر هروبا من اللقاحات. هناك تجربة أجريت ل 250 شخص أخذوا لقاح فايزر بايونتك، ولاحظنا أن اللقاح هي أقل فعالية في المتغير دلتا مقارنة بألفا البريطاني. وأيضا لاحظنا عامل ثالث وهو أن الأشخاص الذين دخلوا المستشفى بالمتغير دلتا الهندي هو ضعفين ونصف في بريطانيا وضعفين في اسكتلندا. هذه العوامل هي مؤشرات خطيرة عن المتغير الجديد، ومتوقع حقيقة في الأسابيع المقبلة أن يحل هذا المتغير الهندي دلتا مكان ألفا، والذي سوف ينتشر بشكل كبير في بريطانيا. لكن الإيجابية التي لاحظناها من اللقاح أن 73% من أصيبوا بهذا المتغير دلتا هم لم يتلقوا اللقاحات، فقط الذين تلقوا لقاحين أو جرعتين 3.7% فقط من أصيبوا للمرة بالدلتا. كما لاحظنا أيضا أن من دخلوا المشافي فقط 5% من أخذوا جرعتين، و 95% أخذوا جرعة أولى أو لم يأخذوا جرعات. لذلك اللقاحات مفيدة، نعم مفيدة جدا، وبالتالي أيضا لم نسجل حالات وفيات، يعني عندنا صفر وفيات رغم زيادة بالإصابات. طب ماذا يعني في حال وجود تحورات جديدة عن السلالة الجديدة دلتا، ماذا عن فعالية اللقاحات تجاهها، وأيضا في ظل مسألة تطعيم الأطفال التي بدأت بها الصين؟ طيب بالنسبة لفعالية اللقاحات، كما قلت لك سيدتي أن هناك تجربة أجريناها في بريطانيا على 250 أخذوا لقاح فايزر بايونتك، لاحظنا أن اللقاحات هي أقل فعالية من على المتغير دلتا من ألفا، لكن لا تزال فعالة ولا تزال تحمي من الإصابات الشديدة ولا تزال تحمي من الوفيات. اللقاحات فعالة، لكن هناك ضغط الآن من قبل الهيئة الطبية والصحية في بريطانيا على الحكومة لعدم التسرع بالانفتاح التام في هذا الشهر. بالنسبة للقاح عند الأطفال، نحن أعطينا ببريطانيا ترخيص للقاح الأطفال بين عمر 12 إلى 15 سنة
بلقاح فايزر وموديرنا بعد نجاح هذه التجربة السريرية، ولم يثبت أي خطر عند الأطفال في لقاح الأطفال. والآن في بريطانيا نجري أيضا تجربة على أطفال أقل عمرا بين عمر 6 إلى 17 سنة، 6 سنوات إلى 17 سنة على لقاح أسترازينيكا. نحن أعطينا ترخيص لأعمار 18 وما فوق بأسترازينيكا أوكسفورد للتلقيح، رغم يعني الحالات النادرة التي سببها من التجلطات. والآن التجربة تجرى على أطفال بين عمر 6 إلى 17 سنة. فائدة هذا الترخيص لتلقيح الأطفال، هناك عدة فوائد وعدة سلبيات. من الفوائد حقيقة أن هناك أطفال معرضين للخطر الإصابة بفيروس الكورونا عزلوا عن المدارس وعزلوا عن المجتمع لخوف من الإصابة. الآن باستطاعة تلقيح هؤلاء الأطفال وجعلهم الاندماج في المدارس والمجتمع وبالتالي حمايتهم. أيضا من الإيجابيات أن تلقيح الأطفال يحمي من ما يسمى بمتلازمة متعددة الأعضاء، التهاب متعددة الأعضاء عند الأطفال والتي تسبب أذيات دائمة لو كانت نادرة، لكن هناك إصابات حقيقة أذية. وما سجل في الولايات المتحدة حديثا بنسبة إصابة المراهقين والأطفال بنسبة دخول المشافي يعني بنسبة أكبر من السابق، وبالتالي نكون قد حمينا هؤلاء الأطفال. لكن من السلبيات، إذا سمحت لي، السلبيات بتلقيح الأطفال، نحن نعطي اللقاح للأطفال وبالتالي الأطفال هن أقل يعني أهمية من البالغين. لذلك يجب بالبداية أن ننهي تلقيح البالغين في كل دول العالم، ليس في الدول التي تستطيع تلقيح الأطفال مثل بريطانيا وفرنسا وأوروبا وكندا التي رخصت بتلقيح الأطفال. يجب تلقيح البالغين. نعم دكتور. انتهاء من تلقيح البالغين لأنهم الأشد خطرا. لذلك إذا لاحظت الآن في ضغط على دول، عندنا اجتماع نحن هذا الأسبوع لدول الجي 7 دول الصناعية، على الضغط على هذه الدول لأخذ قرار بدعم مبادرة كوفاكس ودعم البلاد منخفضة الدخل لتلقيح أكبر عدد من سكانها قبل البدء في تلقيح الأطفال. طيب سؤال أخير، بعض الدول قامت بإعطاء مواطنيها وبعض الأشخاص بإعطاء لقاح معين نوع من الأنواع، وبعد يعني عند أخذ الجرعة الثانية قامت بإعطائهم نوع آخر من اللقاحات. مسألة الخلط بين اللقاحات لم تقر عالميا ولم يبت في هذه المسألة، ولكن على أرض الواقع في بعض الدول من تقوم بهذه الإجراءات، كيف يتم النظر إليها؟ وما الرأي العلمي فيها؟ نعم سوف أعطيك حقيقة. يعني بريطانيا تعتبر مؤشر لكل الدراسات التي تظهر يعني تنتشر حول العالم. نحن في بريطانيا الآن نجري دراسة كبيرة جدا حول خلط اللقاحات، يعني من أخذ الجرعة الأولى مثلا أسترازينيكا نعطيه الآن لقاح فايزر أو موديرنا أو العكس بالعكس. لذلك لاحظنا أن يعني هذا لم تخ يعني الدراسة لم تنشر بعد، لم تظهر النتائج، لكن من خلال التقارير العلمية التي تظهر أن لاحظنا أن هناك زيادة كبيرة في الأضداد وهناك فائدة أكبر من ناحية يعني زيادة الأضداد والحماية والفعالية للقاحات. ثانيا لاحظنا انه يعني في عندك، اذا كان الشباب اللي اخذوا الجرعه الاولى مثلا من أسترازينيكا وصار عندهم بعض المشاكل، الخوف من اي اختلاطات ممكن نحن نعطيهم بالجرعه الثانيه فايزر او بايونتك. لذلك من خلال التجربه حتى الان لم تظهر تجربه من الخلط بين اللقاحات، لم تظهر حتى الان اي اثار جانبيه او اي خطر او اي انقاص من فعاليه اللقاحات. لذلك ستكون الفتره المقبله يعني غالبا هو خلط بين اللقاحات. أشكر وجودك معنا، كنت معنا من لندن عبر سكايب عضو الكلية الملكية البريطانية للجراحين دكتور بسام زوان، شكرا لك.